السلام عليكم. هنشوف النهاردة ازاي هنعمل كومودينو معلق. الاول هنشق لوح كونتر مهوجني على عرض 40 سنتي، بعد كده هنقطع الطول النهائي للقاعدة والقرصة والجنبين على المنزلق. هنلزق القورة بتاعت الجنبين فقط شريط مهوجني. وهنبدأ تقطيع التعشيات. التعشية المستخدمة هي اللسان والمفحار أو التانج والجوف. الجنبين هيكون فيهم المفحار، والقعدة والقرصة هيكون فيهم اللسان. هنفتح مفحار الظهر برضو، بس لازم ناخد بالنا ان مفحار الظهر ما ينفعش يكون نافت في الاجناب. نقطع الظهر الابلكاش، هنعلم تخريم مجر الدرج ونخرمها بدليل باللوم للاجناب قبل التجميع. المجر اللي هنستخدمها اسمها بلوم موفانتو. هنغري ونجمع العلبة ومنساش نحط الظهر الابلكاش. نشدها بقمط عشان تنشف، ونتأكد انها 90 درجة. نلزق وش العلبة شريط مهوجني. بالنسبة لتصنيع الدرج ممكن تشوفوه في فيديو البوفيه. اللي هنعمله بس هو المقبض بتاع وش الدرج على الراوتر تيبل. بالنسبة لتعليق الكومودينو، هنثبت قطعة خشب على الحيطة وهنركب عليها الكومودينو ونثبتها بمسامير من جوه الكومودينو. نركب مجر الأدراج في العلبة
ونثبت وش الدرج في الدرج باستخدام علامات تخريم مسبقة ونربطها بمسامير. نخرم مكان البنز الخلفي للدرج بدليل من دلايل بلوم، ونركب قطعة تثبيت الدرج البرتقالية، نحط الدرج في مكانه. كده الدرج شغال بطريقة ممتازة. أتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، تفعلوا جرس التنبيهات، وكالعادة متنسوناش من خالص اللايكات والكومنتات، وأكثروا من الشير والرياكشنات، ودمتم نجارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.